حلقتنا متابعة معكم، ولا ننتقل تحديدا إلى لندن من معرض للدراجات النارية. شو ضم هالمعرض وتفاصيل أخرى من تبعها بهالتقرير؟ نحن بمعرض الدراجات النارية بلندن، بيضم طبعا أضخم أسامي صانعي الدراجات النارية مثل ياماها، هارلي ديفيدسون ونورتن. أسامي بتصنع دراجات نارية من عقود وعقود، أسامي أعطت لها المجال شكله اليوم وأطلقت العنان لأحلام كتار. زوار المعرض بنسبتهم الأكبر جايين يتفرجوا ويتذكروا أيام زمان، فالمعرض بيضم تصاميم قديمة وطبعا تصاميم جديدة. بختام الحلقة بننتقل لعن زميلتنا رولا كساب حداد بكلام بيروت لنعرف ملفات الحلقة اليوم. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ ايش الحال؟ كيفكن انتو؟ والكرسي قبالك فاضية بعد ضيفة، ما بعرف اذا وصل هلا. وصل كأن ايه هلا وصل. استاذ راشد في الضيفة، اهلا وسهلا. من هوية ضيفة بتحزروا شو محاور الحلقة؟ لا ما حزرنا، قولي لنا. استئناف الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله بعد يعني ما بعرف اذا فينا نسميه السجال اللي صار بالايام الماضيه. موضوع ثاني، ليش سلسله الرتب والرواتب امبارح طار الاجتماع وما اكتمل النصاب؟ ليش قوه 14 اذار ما كملت النصاب من اجل البحث بهالموضوع؟ نعم. بعنوان اخر ايضا متصل بالوضع اللبناني لجهه التداعيات ربما غير مباشره هو نتائج الانتخابات الاسرائيليه، فوز العرب للمرة الأولى بكتلة كبيرة، يعني هذه أول مرة بتاريخ الانتخابات التشريعية الإسرائيلية. المحكمة الدولية بعد الوزير مروان حمادي والوزير السابق باسم السبع، مين رح يكون ثالث شخص بيعمل هالسيبة الثلاثية اللي بتحكي عن حياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقديش فعلا تعرض له وقت بالنهاية لاغتياله. هذه هي ابرز مواضيع النقاش. استاذ راشد صباح الخير. صباح النور. ما على علم اني انا تاخرت. لا ما تاخرت. اخرت علينا بكرنا. اوكي، اخرت على اخبار سبع بس على كلام بيروت انت جاي على القلب. اوكي، بس لانه بنحب نتسبح فيك مش هيك. شكرا، كل الجزء. اهلا وسهلا فيك رولا، منتابعك بعد شوي عبر الارضيه وفضائيا لكل المشاهدين بامريكا عبر الويب سايت futuretvnetwork.com. بكرة أكيد حلقة جديدة من أخبار الصباح بتمام الساعة 7:30، وهلأ منختم مع تقريرنا الرياضي. باي. قررت محكمة إدارية بولاية ميشيغان الأمريكية حبس لاعب كرة القدم هيوي من أصل لبناني بعد ما أثبتت قيامه بقتل حكم وبعد ما سدد عليه لكمة قوية في وجهه، حيث سيواجه عقوبة السجن لفترة تتراوح من 8 إلى 15 سنة. كما أمرته المحكمة بدفع كافة تكاليف الجنازة لأهل المغدور والمقدرة ب 9200 دولار أمريكي بحسب ما ذكره موقع ياهو. ففي إحدى مباريات دوري الهواة في مدينة ديترويت كان الحكم جون بيونزوك على وشك إصدار بطاقة صفراء تانية في وجه اللاعب باسل سعد البالغ من العمر 37 سنة واللي لم يتمالك أعصابه، مما أدى إلى قيامه بلكم الحكم بقسوة مما أفقد الوعي وأرضي أرضا وبقي في المستشفى لمدة يومين قبل ما يفارق الحياة في حزيران يونيو من العام الماضي. وبعد رفع الجلسة اللي أقيمت الجمعة الماضية، رفعت كريستين زوجة الحكم المقتول البطاقة الحمراء في وجه سعد يلي يعمل ميكانيكيا، حيث وجهت له البطاقة الحمراء تبعتها بكلمات قاسية بقولها: أريد أن أوجه للسيد سعد البطاقة الحمراء التي يستحقها. Before I go, the one final thing that I want to do is I would like to serve Mr. Saad with the red card that he was entitled to. Thank you. صرح رئيس الاتحاد الدولي للدراجات براين كوكسون بأنه لا يوافق على فكرة قيام لانس أرمسترونغ باجتياز طريق طواف فرنسا لجمع التبرعات الخيرية قبل يوم من مرور دراجي السباق الرسمي. أرمسترونغ تم تجريده من ألقابه بين 1999 و2005 بسبب ثبوت غشه بتعاطي المنشطات، مما دفع بالوكيل الدولي لمكافحة المنشطات بمعاقبته مدى الحياة. الوكيلة قالت بأن لا تمانع في مشاركة الدراج الأمريكي في سباق خيري بعد ما قال أرمسترونغ، وقال أنه أنا دعيت للمشاركة من لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم سابقا جيف توماس.
رئيس الاتحاد الدولي للدراجة صرح بلندن امبارح بأنه مشاركة أرمسترونغ بهو احترام للدراجين اللي رح يشاركوا في الطواف بعد يوم مرور الدراج الأمريكي. استضاف واشنطن ويزرز على ملعب فيرجين سنتر فريق بورتلاند تريل بلايزرز في مباراة ضمن دوري الرابطة الوطني لكرة السلة للمحترفين. الشوط الأول كان في جهد من خان وول ومارسيل غورتات، وكانت النقاط 14 نقطة مقابل 8. حافظ الفريق بنهاية الشوط على هالتقدم وهو فارق مقابل 20. تابع واشنطن تفوقه في بداية الشوط الثاني بثلاثية من برادلي بيل، ومن بعدها كان المتألق جون وول عم يرفع رصيد الفريق وعم يرفع تفوقه بنهاية الشوط الثاني إلى أكثر من 40 نقطة. رمي من أرون أفلالو كانت عم تنهي الشوط الثالث بتقدم الفريق وذلك ب 81 نقطة مقابل 74. بورتلاند تابع هجمات قوية في الشوط الرابع بعد رمي من لاماركس بريدج، قلص تفوق واشنطن إلى 4 نقاط فقط، لكن لعب جون وول أرسل الكرة إلى بول بيرس ليحرز ثلاثية رفعت رصيده إلى 97 نقطة مقابل 90. وول throws it up trying to save it goes into the crowd shot up short but Aldridge is right there he knew it was short he picked it out of the is as much as is John okay is the little John trying to run that ball down look he goes into the fourth row and then there's a bar right there that's yeah the hockey boards and fortunately it's pulled down by Wall and he gets ahead of Robin Lopez to slam it in. مجموعة بخاطر قدمت لمحبي الرياضات القصوى مازدا سنو بارك الأول من نوعه في لبنان.